السلام عليكم، انا بشار عربي ورجعنا لكم اليوم مقطع جديد. مقطعنا اليوم بيكون تحدي طبعا مع عبد الرحمن. كيف حالك عبد الرحمن؟ سك بخير؟ تمام الحمد لله. كيف التحديات اليوم؟ جاهز التحديات؟ اكيد جاهزين دائما. جاهز الهزيمه؟ جاهز الهزيمه. جاهز، خلينا نشوف. قبل بس نبدا في التحديات حابين اقول لكم باذن الله تعالى بسوي مقطع لمواهب اخوان بشار. طبعا باذن الله تعالى بيكون في جوائز، اللي فايز بالمركز الاول بالمركز الثاني برضه، وبرضه بيكون في دعم لحسابات الموهوبين. اهم شيء تكون موهبتك بكره القدم او الباركور او اي شيء رياضي وما يكون فيها شيء محرم عشان نقدر ننشر حسابك. طريقه المشاركه انكم تنزلوا المقطع في الانستغرام وتكتبوا تحته هاشتاج اخوان بشار، يا اما انكم ترسلوا المقاطع حقتكم على الايميل حقي اللي موجود تحت الديسكربشن. طبعا هذا كله بالمناسبه توصل ل 200,000 من اخوان بشار. منتظر اني اشوف مقاطعكم باذن الله، بجمعها كلها وبحطها في المقطع. وللناس طبعا اللي طلبت حسابات المواقع التواصل الاجتماعي حقت عبد الرحمن، عبد الرحمن ترى مره مبدع من جد بصراحه، يعني اقول كلمه حق. في الانستغرام وفي السناب شات انا شخصيا اتابعه. في الانستغرام الحين كم عندك عبد الرحمن تقريبا؟ 59,000. نقدر باذن الله تعالى احنا اخوان بشار خلال يوم واحد نوصل 60,000 ان شاء الله. نشوف، خلينا عبد الرحمن الحين يشرح لهم التحديات حقتنا. يلا بتكون بدي. طبعا الحين هذا باراشوت، ايش رايك؟ ايش رايك في الافكار عبد الرحمن؟ بالله ايش رايك؟ باراشوت امشي، قمنا نجربه. افكار العجيبه، قمنا نجربه. ما حينفع كذا. طبعا التحدي حقنا بيكون عبد الرحمن نمشي من نص الملعب من هنا واحنا مركبين الباراشوت، تمام، نشوت الكوره اللي هنا وواحد منا بيكون حارس. فهمت كيف؟ اللي بيكون حارس ده اللي بتجي عليه 5 اهداف، طبعا بيكون محاوله محاوله، اول واحد سجل عليه 5 اهداف هو الخسران. تمام، وفي عقاب طبعا. الله، ايوه عشان تعرف بس. يلا خلينا نبدا حجر ونقص عشان نشوف مين اللي يبدا. حجر ورقه نقص. روح احرز. جاهز عبد الرحمن؟ محاولة الأولى. ويلك. أوه. الأولى. يلا. محاولة، خلينا نشوف. يا عمري. حلو. 1-0 ترى، ها؟ يلا الثاني. يا الله يا الله. جاهز يا بشار؟ يلا جو. قريبة. جاهز؟ حلوة. 1-1 كده تعادل. يا عمري. يا إله، يا ولد. 2-2 الحين، ها؟ ابلع. وانت بس تعرف جيب التسعين ابوي. هلا. حلو عبد الرحمن. حلو، باقي الاخيره. حلو. جاهز الهزيمة؟ لا تعليق. Finish him. Good game. وحش. حلو. يعني بصراحة يا عبد الرحمن كان تحدي حلو واستمتعنا، صح ولا لا؟ ايوه اكيد. لكن كالعادة خاسر له عقاب. حلو يا وحش، فرينا. يلا ايش عقوبتي؟ جاهز؟ ها؟ ايش عقوبتي؟ بشوف كورتين فيك. خلاص؟ شوي، ها؟ لا ما عليك، شوي. ارحمنا. اوقف بس كذا؟ ارحمنا. تعالوا هنا. الحين حوريكم في اصفر. جاهز عبد الرحمن؟ جاهز، الله يستر. هذه الأولى، ها؟ الله يستر. خليك مستعد. لا تشوف عشان لا تعذب نفسك.
طيب اطبق الثاني مقدار اطبق صرفها يلا الرحمة حلوة الرحمة حلوة خلاص الله يستر حلو حلو هذه على الخفيف هذه على الخفيف عشانهم حلو يا وحش هذا كان مقطعنا اليوم يديكم الف عافية على المشاهدة لا تنسوا برضو تشوفوا المقاطع اللي راحت وتروح تفجر حساب عبد الرحمن يبغى نوصل باذن الله تعالى اليوم من 59,000 في الانستغرام ل 60,000 اخوان بشار قده باذن الله تعالى ان شاء الله يقدر يلا كفو باذن الله هذا المقطع اللي فات لا تنسوا تشوفوه وهذه الدار اضغطوا عليها ولا تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد باذن الله وهذا المقطع فجروه وانشروه لكل اصحابكم وفي امان الله بيس حلوة 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 قريبة